في المغرب باش تدير مدرب خص يكون عندك ديبلوم، خص يكون عندك شهاده. باش تكون معد بدني خصك شهاده. باش تكون مدرب حراس مرمى خص يكون عندك شهاده. باش تكون صحفي خص يكون عندك شهاده. باش تكون طبيب في الفريق خص يكون عندك شهاده. المهم الستاف كامل ما يمكنش يدخل الا ما كانت عنده شهاده. واحد اللي ما كتكونش عنده لا شهاده لا وثيقه يمكن يدخل في اي وقت. يكفيه ان واحد العدد من المنخرطين يصوتوا عليه يولي رئيس بين عشيه وضحى، هو رئيس النادي. رئيس النادي اللي في القانون الحالي يكفيه مجموعه من المنخرطين يصوتوا عليه ولو بتصفيق ويطلع. يقدر يكون عنده مشروع ما يكونش عنده مشروع ماشي مهم، المهم كيولي رئيس. كيولي رئيس، واللي كيولي رئيس راه كيتحمى في واحد الفرقه. كيولي خاصه الا مشى شي فرقه عندها واحد القاعده جماهيريه كبيره كيولي محمي. كيولي كان نكيره، كيولي واحد الاسم اللي معروف، كيولي كيطرق الابواب، كيدخل كيفتح كتفتحوا ليه. قبل ما كان كيعرفوا حتى شي واحد. اذا كاين هذا التحول في حياته، كيتحول من اسم نكيره كيولي واحد شخصيه رياضيه كتولي معروفه، كيولي عنده واحد لا بغينا نسميوه بين مزدوجتين حصانه كرويه. هاد النماذج كبروا لينا، كبروا تولدوا، لان قبل باش تكون رئيس ديال الفريق كان خصك تكون عندك واحد المكانه في المجتمع. راه كان المعطي بوعبيد وزير الاول ووزير العدل رئيس الرجاء، كانوا وزراء في مجموعه من الفرق، كان دريس البصري، كان مجموعه، كان الدليمي ايضا رئيس شرفي ديال فريق اتحاد سيدي قاسم، كانوا مجموعه من الرؤساء اللي عندهم واحد المكانه كانوا من خدام الدوله بين مزدوجتين وكانوا كيحكموا. الان اختلط الحابل بالنابل، ولا واحد نكيره كيطلع كيشد فرقه كيصبح واحد الاسم كبير، ووجوده في هذيك الفرقه كيبدا يمارس شي حوايج اللي خارج النطاق. شكون اللي كيحميه؟ كيحميه واحد جيش الكتروني معاه. يعني ان فوا كتقول شي حاجه كيتصداو لك، ان فوا كتقول لهم هذاك الرئيس راه متابع كيتصداو لك. اذا اول حاجه كيكون هذا الرئيس باللي كيجي كيكون واحد الجيش ديالو، جيش من الصفحات، من بعض المشجعين اللي كيمشيو معاه وكيبداو كيكتبوا تدوينات وكيتصداو لكل واحد كينتقد الفرق، علما ان النقد في البدايه ديالو راه مهم. اذا تكونات عندنا واحد المجموعه ديال الرؤساء اللي ما نقدروش نقولوا رؤساء بالمعنى عندهم مشاريع وعندهم مشاريع الفرق، ولكن الرؤساء اللي كيخدموا المصالح ديالهم هما الشخصيه. الان الا مشيتي لسجن عكاشة راه غتلقى في واحد الجناح غتلقى رئيس سابق ديال الاتحاد الفقهي بن صالح اللي هو السي محمد مبديع، غتلقى رئيس سابق ديال شباب الريف الحسيمي اللي هو بوشحاتي، غتلقى رئيس شرفي ديال المولوديه الوجديه، غتلقى رئيس سابق ديال الرجاء اللي هو عزيز البدراوي، غتلقى سعيد الناصري اللي هو رئيس سابق ديال الوداد، غتلقى رئيس سابق ديال المغرب التطواني اللي هو رشيد تمساماني، واسماء اخرى ربما انا ما عرفتهاش، ولكن غتلقى بزاف ديال الرؤساء تما. المكانه ديال هاد الرؤساء ماشي في الحبس. المكانه ديال الرؤساء راه خصهم يكونوا دابا راه كاينين في الالعاب الاولمبيه، وراه كاينين دابا كيهيئوا الفرق ديالهم، ولكن هما كاينين في الحبس. علاش كاينين في الحبس؟ لان المنظومه فاسده. هادوك خلاتهم كيعيشوا وسط 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 العالم ديال الكره، اللي الكره نورمالمون المبدا الاساسي ديالها هي العقل السليم في الجسم السليم، فلا عقل سليم ولا جسم سليم. اذا هذه القضيه هذه كتحتاج اننا نعاودوا النظر ونديروا واحد الشروط باش يكون هذاك الرئيس اللي بغينا، رئيس نظيف وتكون الايادي نظيفه. وحنا مقبلين على كاس العالم 2030، ما يمكنش نمشيو بهذه المجموعه نمشيو بها 2030. من يدري من هنا 2030 نلقاو جناح خاص بالرؤساء.